بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان أينما كنتم، مساء الخير عليكم في الفقرة الحوارية الثانية والأخيرة من برنامج الأهلي الليلة. وفي هذه الفقرة هنناقش موضوعات عديدة فيما هو متعلق بأحد الأندية المتميزة التي نجحت خلال السنوات الأخيرة في وضع قدمها ضمن أفضل الأندية في المراكز الأربعة الأولى، سواء في مسابقة الدورة العام أو حلقة المشاركات الإفريقية في السنوات السابقة. نادي استطاع في السنة الأولى أن يحقق نتائج جيدة جدا ويتواجد مع مصاف الأندية المتقدمة بشكل جيد، والتواجد ضمن المراكز الأولى نادي مصر المقصة. أيضا في هذه الفقرة هنناقش موضوعات متعلقة بقى بمباريات الكاس والفرصة في هذه اللحظة اللي بيشرفني فيها الكابتن وليد هويدي مدير الكرة بنادي مصر المقصة، واللي شاهد النادي العريق واللبنة الأولى لهذا النادي منذ أن كان متواجدا في الممتاز به باسم نادي هويدي، ثم تغير الاسم طبقا لهذا الاستثمار الكبير في هذه الأندية المصرية العريقة بنادي اسم مصر المقصة. كابتن وليد برحب بيك، منورنا ومشرفنا في قناة الأهلي. اهلا بحضرتك وتحياتي لحضرتك والجمهورنا المحترم. اهلا بيك. اولا طبعا في التوقيت الحالي يمكن في احداث عام ومنافسات قويه، المباريات متلاحقه، لكن ابدا معاك بالمباراه اللي خلال الساعات الماضيه كان في احاديث كثيره عليها، مباراه المقصه والزمالك في الكاس ان شاء الله يوم الاربعاء. بشكل رسمي خلاص المباراه ستقام ولا في اخبار جديده متعلقه بهذه المباراه؟ لا هو خلاص طبعا بشكل رسمي هتبقى يوم الاربعاء. هو احنا طبعا كان عشان خاطر كانت الفتره اللي فاتت دي المباريات، وتم تغيير الجدول وحطت مباراه الزمالك ما بين مباراه حرس الحدود وماتش الانتاج الحربي، خاصه ان مباراه الانتاج الحربي ديت بالنسبه لنا بتلعب مع المنافس بتاعك على المركز الرابع، ف يعني بالتواصل مع نادي الزمالك، خاصه ان هم برضو عندهم نفس الظروف لانهم لعبوا امبارح مع بترو اتلتيكو ويسافروا انجولا يوم، لان عندهم مباراه يوم 4/3 يوم الاحد الجاي. بالظبط. فيمكن قلنا يمكن ايه الاهداف تكون واحده مع واحده، فبالفعل كان فيه استجابه. يمكن انا كنت اتكلمت مع كابتن ايمن عبد العزيز، وكابتن ايمن عبد العزيز اتكلم طبعا خد راي الجهاز، خد راي الاستاذ امير مرتضى بصفته المشرف على الكوره، وخد طبعا وبالتالي خدوا موافقه الاداره، فبلغت ان في موافقه لكده، فبالفعل كتبنا الطلب وتقدمنا به لاتحاد الكره ان بعد موافقه الزمالك، وبالفعل الزمالك كان موافق. وبعد كده طبعا ايه اعتقد ان يعني قال لا خلاص احنا هنلعب المباراه. عموما احنا كنا يعني طبعا تعرف احنا كنا كده كده احنا مستعدين يعني سواء للماتش باذن الله، يعني سواء لتاجيل او من غير تاجيل، انت عارف احنا كنا حاطين يعني كنا بنعمل مش هن يعني مش هنحط شغلنا على ايه على حاجه ما كانتش مضمونه. صحيح احنا كنا نتمنى طبعا اتحاد الكره النهارده مشكور اجل لنا المباراه بتاعت الانتاج 24 ساعه، فدي يمكن تعمل اجلها 24 ساعه يعني تعمل لنا شيء من الاريحيه شويه، احنا بدل من 3 ايام يعني كنا نلعب يوم 27 ونلعب يوم 2/3 يعني بفصل 48 ساعه يبقى في يوم زياده، لان انت عارف برضو ايه ارهاق اللاعبين بتاع الفتره اللي فاتت. ما هو اتحاد الكره عشان حريص ان مباراه تتلعب في الكاس في التورصه للمقصه ان يريح يوم عشان يلعب مباراه الانتاج. هو عمل ترحيل لمباراه الانتاج، يعني حتى الجدول اللي جه النهارده حتى الانتاج اترحل له كل مباراه 24 ساعه بعد كده كمان، يعني قعد يعدل في عدد المباريات عشان المباراه دي. يعني انا اعتقد انه كان مباراه الانتاج والاتحاد والاتحاد السكندري كانت يوم 6/3 بقت يوم 7/3، ومباراه الانتاج الحربي مش عارف كانت يوم 13 بقت يوم 14/3 اللي هي المباراه اللي بعد الاتحاد. المهم ان احنا اصلا يعني الفتره اللي فاتت ديت كنا بنعمل على يعني بعد لخبطه الجدول وكده او الجدول الجديد اللي اتعمل، هي ما كانتش المباراه دي اصلا كانت موجوده؟ لا هو كانت موجوده بس بتوقيتات مختلفه، يعني ما كانش في اللحظه دي او في الفتره ديت. ما انا هقول لحضرتك الجدول الاولاني مثلا يعني هو ماتش المصري اوريدي كان يوم 14/2 تمام، ده ما فيش لا ماتش الجونه كان في الجدول يوم 19 بقى يوم 18، كان مباراه حرس الحدود كانت يوم 26 بقت يوم 22، فضغطته فلا ليه؟ لان اتحط مباراه الزمالك في النص اللي هو يوم 27. ده تم بعد طبعا تغيير مباراه الاهلي وبيراميدز من دوري لكاس، فاتلخبط طبعا الجدول كله بسبب تغيير المباراه ديت او من بطوله لبطوله. ففي الاول وفي الاخر طبعا احنا بنمتثل طبعا القرارات،
وفي نفس الوقت يعني قدرنا بقى. لا بس حظكم كويس ان مباراه الكاس كانت فرصه ان انتوا تطلبوا حق في تاجيل المباراه ما بين دي ودي حوالي 48 ساعه، فالاتحاد كان مستجيب بصراحه وقدر ياجل لكم المباراه ديت، واجل حتى مباراه الانتاج الحربي بعد كده. هو الاتحاد ما استجابش للتاجيل، هو بص مش استجاب للتاجيل، هو عشان المباراه تتلعب اجل مباراه المقصه والانتاج 24 ساعه. بس انا عايز اقول لحضرتك على حاجه برضو، يعني الحق اتقال ان احنا ان انا بلغت من اللي هو محمد عبد السلام امبارح الصبح بتاجيل مباراه الانتاج، يعني احنا برضو كنا متكلمين على تاجيل مباراه الانتاج من قبل يعني. تمام. يعني قبل بصراحه ما يمكن ما يبت في موضوع الفاكس بتاع ليه بقى؟ لان اصل احنا بالنسبه لمباراه الانتاج احنا بنقول تكافؤ الفرص في استاذ محمد، ان احنا اخر مباراه هنلعبها يوم 27 اللي هو مباراه مين؟ مباراه الزمالك. وهنلعب الانتاج يوم ايه؟ يوم 2/3. الانتاج اخر مباراه لعبها يوم 21. يعني مده الراحه بالظبط يعني، فمرتاح يعني هو مرتاح ولا بدلنا بقى مستني. وبعدين هي مباراه زي ما قلت هي مش مباراه ثلاث مباراه مصريه، حوالي خمس ست فرق دلوقتي بتلعب على المركز الرابع، والمركز ده قد يؤهل للكونفدراليه طبعا. لان حضرتك مثلا كمثال يعني لو نادي معين خد الدوري وخد الكاس، خد الكاس خلاص، يبقى ايه؟ يبقى انت هتشارك في الايه؟ في الكونفدراليه او في البطوله العربيه. حضرتك دلوقتي انت عندك بطولتين، يعني برضه من ضمن حاجات الاتحاد اللي هيعملها السنه الجايه اكيد ان ما فيش نادي هيشارك في بطولتين، لان ما ينفعش، لان البطوله العربيه اللي فينا انديه شاركت في البطوله العربيه مع البطوله الافريقيه بالظبط. ده كمان يمكن ربنا رحم لجنه المسابقات بان الاهلي والزمالك طلعوا بدري في البطوله العربيه اللي كانت، ما كانش الدوري هيكتمل لو كان الاهلي والزمالك مكملين والاسماعيلي في البطوله العربيه. حاليا الاتحاد واعتقد كان بيلعب النهارده مباراته مع الهلال. بس يا كابتن وليد عايز اقول لك على نقطه مهمه جدا، يعني هو الحرص على ان مباريات الكاس تتلعب في التوقيت ده واللخبطه اللي حصلت دي كلها، هو احنا ما كناش بصراحه ما كنتش محضرين نفسنا ليها. لا كنا متهيألي ان مباراه الكاس ديت هتتم يعني بعدين، بعد كاس الامم او في فتره شهر مثلا خمسه او في شهر اربعه. ليه حضرتك انت لو تحسبها مثلا كمثال، هتلاقي مثلا في مباراه لسه في دور 16 ما بين الاهلي مثلا في الثمانيه، في ثلاث مباريات في دور الثمانيه، لان في فرقه صعدت اوريدي للدور الاربعه. الحرس لا فرقه بتروجيت صعدت للدور الاربعه بالظبط. تمام، يبقى كده دي اربع مباريات بالاضافه لثلاثه، يعني حوالي سبع مباريات اللي الحرس منتظر الاهلي وبيراميدز في دور الثمانيه بالظبط. يعني في حضرتك في سبع مباريات لبطوله الكاس، يعني كان سهل انها تتعمل بعد كده. المشكله الاكبر كانت عندك في بطوله الدوري. ماتشات بطوله الدوري في نقطه، بطوله الكاس هي فريق واحد المؤهل لكاس الكونفدراليه. تمام. يعني في نقطه قال لك ايه، اصل بطوله الكاس مهم جدا تخلص عشان ابعت منها فرقتين، وده الاتفاق مع الاتحاد الافريقي. هي المعلومه مش كده، بطوله الدوري اهم، لان بطوله الدوري ببعت منها الاول والثاني لدوري الابطال والثالث لكاس الكونفدراليه. برافو عليك. لا ده عايز اقول لحضرتك على حاجه، هو في حاجه اتغيرت في اللائحه من ثلاث سنين في لائحه السوبر، بس ان مثلا لو نادي واحد يعني لو تفتكر موسم 2017 اللي النادي الاهلي خد فيه الدوري والكاس بالظبط، احنا كنا تاني الدوري والنادي المصري كان تاني الكاس. كان تاني الكاس اللي لعب كاس السوبر مع الاهلي مين؟ المصري. كان المصري. كانوا مغيرين تقريبا، كانوا مغيرين في السنه اللي قبليها اللائحه اللي عطت الفصل ان هو يشارك ايه في كاس السوبر المصري. دي الحاجة الوحيدة اللي بيستفيد منها تاني الكاس، اللي هو ايه؟ بطولة السوبر المصري في حالة ما نادي واحد خد البطولتين اللي هو نادي الدوري والكاس. هي الفكرة كمان يا كابتن وليد، مسابقة الكاس كاس يعني بطولة اختيارية مش بطولة إجبارية، يعني احنا قاعدين مع بعض قبل الهوا بنقرا لائحة المسابقات. لائحة المسابقات كاس مصر طبقا للائحة لجنة المسابقات كفيها اختيارية ليست إجبارية، وده نص المادة 54 بيؤكد على أن المشاركة في كأس مصر مشاركة اختيارية ليست إجبارية، والإقرارات حتى اللي وقعتها الأندية بالمشاركة في الدوري والكاس كشرط أو كضمانة للحصول على الرخصة، ده طبقا للائحة كلام غير صحيح بالمرة وليس له أي دليل واقعي في اللائحة، وإنك لو ما شاركتش في الكاس تقدر تلعب في البطولة الإفريقية، لأن المشاركة في الكاس 54 المشاركة فيها اختياريا لأندية القسم الأول والقسم الثاني. هو لائحة المسابقات دي مين اللي حاططها؟ ما هو الاتحاد المصري. الاتحاد المصري لكرة القدم. بالظبط. فبالتالي طبعا هي البطوله اختياريه، لكن عايز اقول لحضرتك على حاجه، انا اوريدي خلاص شاركت، انا بتكلم بقى على الايه؟ على المشاركه مش على الرخصه.
بالظبط. شاركت خلاص، يبقى انت هينطبق عليك باطل الموجوده، لان انت خلاص اوريدي انت شاركت. اذا كان بند العقوبات طبقا للائحه. طبقا للائحه بالظبط. بتتراوح بقى ما بين غرامات، اذا ما تقابلش العذر او كده بيبقى غرامه ووقف سنه تقريبا من بالزبط. المشاركه في ده نص الماده 58 بالفعل. لكن يعني هو طبعا الرخصة بالنسبة لل تقريبا مش ملهاش علاقة، ملهاش علاقة بالمرة في الحتة ديت. بالإضافة ما كانش النادي الأهلي هينطبق عليه الرخصة، أمال مين اللي هينتشر؟ يعني هو النادي الأهلي طبعا، نادي الزمالك، الأندية الكبيرة ديت. النادي الأهلي أثناء ما كان بيحصل على الرخصة وكان بيجهز لإجراءات الرخصة يا كابتن وليد، الاتحاد الإفريقي بيراقب على الأندية بعد ما بيستوفي الأوراق أو بعد ما بيقدم الأوراق المطلوبة للحصول على الرخصة. تمام. الاتحاد الإفريقي أنا أتذكر في الوقت ده كان من حوالي من سنتين ثلاثة لما كان بيجدد الرخصة كل سنة، الاتحاد الإفريقي قال لك الاهلي اكبر الانديه في القاره الافريقيه اللي رخصته توصف بانها رخصه احترافيه بروفيشنال، رخصه برو، مش رخصه ايه ولا رخصه بي ولا رخصه سي. الاتحاد الافريقي وصفها بانها رخصه محترفه، اكبر الانديه في القاره الافريقيه طبقا للمعايير اللي حطها الاتحاد الافريقي، وللاتحاد المصري ترجم هذه المعايير وبعتها للانديه من خلال لجنه التراخيص. النادي الاهلي رقم واحد في هذه التراخيص. النادي الاهلي مش على مستوى افريقيا، على مستوى العالم. يعني حضرتك لو كان في اخر تصنيف على الأندية اللي هم العشرين اللي على مستوى العالم في تاريخ الكرة المصرية، في تاريخ الكرة العالمية، النادي الأهلي في التصنيف ده غالبا رقم 12 في التصنيف ده، اللي هو من حوالي طلع من حوالي شهر. طيب. طبعا ده النادي الأهلي طبعا، وطبعا النادي الزمالك والمصري دي من الأندية اللي الكبيرة في مصر، محدش يقدر يقلل منها يعني. وبعدين أقول لحضرتك على حاجة، يعني من النادي الأهلي مش خاص بكرة القدم فقط، يعني ده 26 لعبة النادي الأهلي بيغذي المنتخبات بتاعتها بالفعل، يعني قوام الأساسي بتاع كل. لو وقف النادي الاهلي ما هتقف المنتخبات. في الخطاب اللي كانت بعت وقتها لما قال لك ان اتحاد الكره بيؤكد على الالتزام بالتراخيص كشرط المشاركه في البطولات الافريقيه، واضافه الى الاقرار الموقع من قبل الانديه في هذا الخصوص من بينه الالتزام بالمشاركه في المسابقات اللي بينظمها الاتحاد خاصه الدوري والكاس. بص هقول لك، لو هو طبعا مبعوث يعني بدون مثلا ظرف معين او لغرض معين، من حقه يعني يهل مبعوث علشان خاطر واقعة معينة، يعني مثلا يعني اعتقد ان حل الامور ما يبقاش بالطريقة دي. لو في اي مشكلة او كده يعني اعتقد ان طبعا الكابتن هاني ابو ريدة ده اسم كبير ورمز من رموز مصر في المحفل الدولي والافريقي، فبالتالي يعني في ايده هو حل الامر ده. يعني بالنسبة لايه؟ معلش، مع الغرف المغلقة ما تتحلش الامور لا ببيانات ولا على السوشيال ميديا ولا تويتات ولا بتاع، يعني الحاجات ديت امال سيبنا ايه للجمهور؟ يعني طبعا. المسؤولين المفروض يحلوا الحاجات ديت، بتبقى في غرف مغلقه، وايا كان ما انا لو قراري غلط المانع ان انا اتراجع فيه، بالعكس ده الناس تحترمني اكتر لما اكون اخطات في حاجه معينه ولا جوانب سلبيه ولا مخالفه لقواعد. لا، ما فيش مشاكل ان انا ارجع في قراري طالما انا مخطئ يعني. اكيد، لان كمان طبقا للائحه المسابقات واللائحه اللي معانا، يمكن بشكر الناس في الاداره التنفيذيه في اتحاد كره القدم ان هم بيقدروا يساعدوا الاعلام ان حتى اللوائح بيتم طباعتها وتبقى موجوده مع الاعلاميين عشان يقدروا يشوفوا النصوص القانونيه الواضحه. لائحه المسابقات ما فيهاش اي بند متعلق بالتراخيص اطلاقا، يعني لعيبه دوري لعيبه كاس ما تطرقتش لبند التراخيص ولا الحديث في التراخيص في هذا الامر تماما يا كابتن وليد. انا بقول لحضرتك اذا ما كانش ينطبق الترخيص على النادي الاهلي، امال ينطبق على مين؟ ده النادي الاهلي مثال يحتذى به يعني. اكيد. طيب، فرقه المقصه بقى السنه دي، تمام، شايف التجربه ازاي السنه دي؟ وهل الفريق بمراكز المتقدمه لكن في منافسه حاميه الوطيس مع الانتاج الحربي ومع المقاولين العرب، وفي منافسه قويه جدا في المركز الرابع، تقييمك للتجربه السنه دي شايفها ازاي؟ لا، وما تنساش المصري، والمصري جاي من بعيد بس جاي من بعيد. المصري عنده 32 بونت وفاضل له مباراتين بس، المباراتين دول مع مين؟ مع الاسماعيلي ومع النادي الاهلي بالنسبه لي، بس برضه له مباراتين يعني، له فرصتين بالظبط. برضه ما تنساش الاسماعيلي له حوالي 3 مباريات برضه مؤجلين، منهم برضه فعلا المصري والزمالك وغالبا بيراميدز او اللي هو الدور الثاني او الزمالك مرتين، يعني المهم انه ايه 3 مباريات برضه مع مباريات صعبه، بس برضه له مباريات بالظبط، يعني له فرص. فنحطه برضه في
في المنافسه مع انت عندك دلوقتي حوالي اربع فرق والمقاصه الخمسه، يعني خمس فرق بتتنافس على امل ان يكون المركز ده مؤهل للايه؟ للبطولات الافريقيه. بالنسبه للمقاصه السنه دي يعني ابتدت تتعافى غير السنه اللي فاتت، لو حضرتك طبعا بعد الثلاث سنوات بتاع الكابتن ايهاب يعني حصلت الهزه بتاعت السنه اللي فاتت لحد ما جاء طبعا الكابتن طلعت في تقريبا في شهر 2 السنه اللي فاتت. وابتدت الامور الحمد لله تتعدل، كنا في المركز ال 14 او 13، نهينا في المركز السابع السنه اللي فاتت. ابتدى السنه دي الحمد لله يعني من بعد الاسبوع بالظبط تقريبا الثامن واحنا في المركز الرابع، احنا والانتاج، يعني هو بيتراوح كان بيننا واحنا والانتاج، المقاولين ما كانش لسه ظاهر في الصوره. لحد ما المقاولين كسب حوالي ست سبع مباريات ورا بعض كده وطلع برضه ايه فوق في المنافسه. كذلك برضه المصري بعد الكابتن وجود الكابتن ايهاب جلال بقى المصري برضه دخل في المنافسه، برضه الاسماعيلي بعد التغييرات الفنيه. عايز اقول لستك على حاجه، السنه دي من امتع، يعني يا ريت الدوري ده كان منتظم كنت تتفرج عليه بصراحه يعني. بس تحس ان الدوري مقسوم نصين يعني، لا ده ثلاث فرق فوق صح ومن الرابع للاخير. لا ما انا اقول لحضرتك، هو ابتدى يتقسم على ثلاث اجزاء دلوقتي، ما انا كان في ثلاث فرق وبعد كده كله ايه كان قريب من بعضهم. الثلاثه بونت بتعديك مسافات، يعني حضرتك النهارده لو في ماتش بتروجيت لسه خالص هو والداخليه، بتروجيت كانت في المركز ال 17، النهارده بقت ال 11 من الثلاثه بونت، ست مراكز في مركز بالظبط، يعني بقت عندها 25 نقطه وبقت غالبا بعد سموحه، يعني في الجيش وسموحه تقريبا هم تقريبا 25. فاقصد الثلاثه بونت دلوقتي بعدوك كل الفرق دي، يعني السنه دي معظم الفرق دعمت، حتى في شهر واحد تلاقي يمكن جابوا فرق، يعني من اكتر السنين اللي اتصرف عليها في على فرق الكره السنه دي بالظبط. الثلاث فرق بقى الكبار دول اللي هم ايه اللي صرف مليار واللي صرف نص مليار دول بقى لوحديهم، احنا بقى الفرق الثانيه اللي هي صرفه من احنا برضو ايه مع بعض كده، اللي هي المقاصه، الانتاج، المقاولين، غالبا بقى طبعا المصري والاسماعيلي، دول بقى اللي الجزء الثاني. الجزء الثالث يعني اعتقد من عندك من المركز العاشر او من المركز التاسع لحد من المركز العاشر لحد ال 18 ده من 26 بونت، يعني 6 يعني 6 بونت الفرق بين المركز. احنا بقى من 35 هتلاقي مثلا 35 34 هتلاقي 32 31 دي منافسه الجزء ده اللي هو الخاص. تستمر لنهايه الموسم ولا تتوقع ان مع المباريات هتبدا المنافسه يعني تقل او تتحدد المراكز بالنسبه للفرق؟ مفيش شك، بص احنا الاول احنا لما ابتدينا المسابقه لحد يمكن الاسبوع ال 20 وهو كانت يعني كانت ايه كانت ثلاثه فوق ومن الرابع لحد تحت ما كنتش تقدر توضح حاجه. ابتدت الامور دلوقتي مع مرور الوقت ابتدت تتحدد، ظهرت ايه ملامح. ظهرت ملامح اللي هي المرحله الوسطى بقى اللي هي او المنطقه اللي هي ايه الدافيه بتاعت اللي هي المنافسه على المركز، يعني اللي هو مؤهل لاحد البطولات يعني. فبالتالي بعد المباريات الثانيه والفرق اللي تحت هتقابل بعضها، فالفرقه اللي هتكسب هتفطس اللي تحت والتاني وهتصعد هي بالظبط، لان الثلاثه بونت بتاعتهم هتبقى بسته بونت اللي هي اللقاءات اللي هي الايه المباشره اللي بينهم. يعني كمثال الداخليه النهارده كان عنده 22 نقطة، بتروجيت كان عنده 22 نقطة صح ولا لا؟ بالظبط هما الاثنين في نفس النقاط بالظبط، كانوا تقريبا هم 15 و16 ففرقت 16 طلع ال 11 بالثلاثة بونت خلت الداخلية زي ما كانوا، بتروجيت فرق بثلاث نقط بالزبط. فالمكسب بست نقط مش بثلاث نقط اكيد. برافو عليك. فهي بالتالي المباراة القادمة يعني كل ما تتقدم اسبوع كل ما ما هتتعدل الملامح، بس لن يحسم الدوري ده الا في نهاية الموسم سواء فوق او تحت او على المركز الرابع. وده يمكن التشويق بتاعه، ونتمنى ان شاء الله رب العالمين ان هو يتم باذن الله السنه دي يعني، ونتدارك بعض السلبيات بتاع الموسم ده يعني. بس في نقطه ايجابيه يا كابتن وليد عايز اتكلم معاك فيها، وبما انك انت احد الناس اللي كانوا متعايشين مع المقاصه ايام ما كان باسم هويزي وده اسم العائله بالتاكيد اللي اسست هذا النادي العريق، اول سنه للمقاصه في الدوري الممتاز بدون صرف زي ما ذكرت مليارات تم صرفها من خلال بعض الانديه على صفقات للتواجد في الدوري الممتاز باسم اخر، المقاصه ما صرفش كل هذه المصاريف، لكن بعد 22 مباراه او بعد 20 مباراه كان بينافس الاهلي والزمالك على الدوري العام بامكانيات لعيب بقى وبارقام وباسعار ما كانتش خياليه زي دلوقتي. لا انا عايز اقول لحضرتك على حاجه، هو بص
احنا صعدنا للدوري الممتاز في موسم، اول موسم لنا في الدوري الممتاز كان 2010 2011. احنا نهينا في المركز السادس في السنه دي، كان الكابتن طارق يحيى، وكانت اول موسم لنا في الدوري الممتاز. يعني ما احنا يمكن اقصى عقد كان في الوقت ده مثلا 500,000، مش يعني مش ما كانش عندنا الارقام دي، يعني حجم المصروفات وقتها ما كانش حاجه كبيره، لا ما كانش فيه الارقام الكبيره دي. فالحمد لله الامور كانت ماشيه في المسار الصحيح. بس طبعا جت السنه بقى بتاع الثوره وقفت. يعني انت عارف طبعا انت بتبقى حاطط اهداف وبتبقى عامل مثلا استراتيجيه معينه انت ماشي عليها، وعارف ايه ان هيجي لك دخل قد كذا بتاع، انت عارف بقى من اللي هيجي لك، من البث الفضائي، من الاعلانات، قاعد بحسب الورقه والقلم، برافو عليك، هدفع كام وهيجي لي كام بالظبط. بتيجي بقى احداث غير طبيعيه بتاثر على ايه، على الحسابات بتاعتك دي بالظبط، اللي هي احداث الثوره اللي حصلت. وقعدنا بقى ايه، توقف في الدوري وسنه واتلغى بالظبط، وموسمين واتلغى فيه. فبالتالي ما بقاش عندك مدخلات، ما عندكش ايرادات، ما عندكش تذاكر. احنا نسيت اقول لك حضرتك على حاجه، اول موسم ده اللي عندنا الاستاد كان بيتقفل في الفيوم، يعني كان الاستاد كان جمهور كان يعني لو تشوف مباراتنا اللي هي بتاعه السنه ديت كان الجمهور كان بيقفل، كان في استاد الفيوم بالظبط. فانت كنت برضو بتبيع تذاكر، التذاكر نفسها اصلا كانت بتدخل برضو في الاعلانات، يعني في بند الاعلانات. يعني انت مثلا لما سي مثلا انت بتتفق مع شركه ان مثلا حق الرعايه مثلا 1,000,000 جنيه، فبيبقى مثلا سي مثلا 100,000 الاعلانات اللي هي على ايه، على التذكره، انت خسرت ايه البند ده. فبالتالي وبالاحداث اللي حصلت وقفت الاهداف بتاعتنا، بل بالعكس جت علينا ايه طبعا، ان او على كل انديه مصر بديون حصلت في الوقت ده. حتى اتحاد الكره في الوقت ده غالبا ايه طلع قرار بان ايه ان العقود 50% بس، وال 50% اتشالت يعني. المهم جاء بعد الاستقرار بقى ما حصل، وفي نفس ابتدت تتعافى الكره المصريه، وابتدى الاعلان يدخل. لو تفتكر الدوله الاول اتبنت هي اللي كانت بتاخد البث الفضائي، او كانت عن طريق النيل، كان الدكتور اسامه الشيخ الله يمسيه بالخير هو اللي كان مبتدي الموضوع ده بالظبط. فالدوله فعلا برضو كانت بتدعم الانديه بالحاجات ديت، يعني لحد ما ايه ما الحمد لله وصلنا للارقام القياسيه اللي حصلت السنه دي، يعني والطفره اللي حصلت مع بصراحه مع شركه بريزنتيشن، ودعمت طبعا بقى في دعم كبير بتقدم الانديه. فبالتالي انعكس، حتى انعكس على ايه، على ان معظم الانديه اللي انت تلاحظ كل الانديه مدعمه، يعني بقت بتاع يعني بقى عندها فلوس، ما فيش مشاكل ماليه، ما فيش لاعب دلوقتي بيروح يشتكي نادي في الاتحاد الكره انه ما خدش فلوسه. فلا الحمد لله رب العالمين. ابتدينا بقى حضرتك ندخل ايه موضوع بيع اللاعبين، الاستثمار في بيع اللاعبين. ما هو بيع اللاعبين بقى المقصه من اكثر الانديه استفاده من بيع اللاعبين. بالظبط. يعني اقول لحضرتك على حاجه، احنا في البدايات خالص يعني انا فاكر اول حاجه بس كنا في الممتاز بها كان صبري رحيل، كان ناشئ وبعناه لنادي الزمالك تمام. بعد كده ابتدى غالبا كان في اوسو كونان بعناه للنادي الاهلي، كان في برضه في الوقت بعد كده بقى دخل بقى موضوع احمد الشيخ مع ميدو جابر مع طبعا حسين الشحات مع طبعا حسني فتحي مع دونجا مع داووده، يعني كميه كبيره طبعا طلعت. هتلاقي بص لو انت لاحظت دلوقتي هتلاقي مفيش نادي في كمصر دلوقتي خالي من نادي من لاعب من مصر المقص. من مصر المقص. حجم الاستفاده من الصفقات دي كان ازاي يا كابتن وليد؟ والله بص هو طبعا الحمد لله ان انا يمكن كان الواحد بيوجه الشكر طبعا لاداره التعاقدات والتسويق، كان الاستاذ محمد مجد وطبعا تحت قياده اللواء محمد عبد السلام كابتن مجد عاشور وكابتن جمال عمر، يمكن دول هم انا بعتبرهم يعني طب كان بدايه هم اللي كانوا دول بقى يعني ايه اللي عارف اللي هو اللي بيعرف يطلع الذهب. يعني كابتن مجد عاشور ده يعني انا بعتبره كشاف مصر الاول. هو اللي جايب معظم بص من ايام ايمن حفني وهو اللي جايبه. ايمن حفني كان في البدرشين، هو اتفرج عليه في ماتش قال ده انا في حته لعيب معجون مهارات على ايمن حفني. ايمن حفني يعني كان جسمه صغير خالص، ما تشوفه وتقول لي ده مش لعيب، بس تشوفه اول ما مسك الكوره كده مش بص من اللعيبه اللي انت تفرح ساعه ما كان بيمسك يعني ما تجيله الكوره، لمسته في الكوره حلوه بالظبط. المفاجاه بقى ان ايمن حفني كان راح اعاره
لنادي وادي دجله وسابوه في شهر واحد فري. يعني كان راح اعرى من البدرشين، فلقطوا بقى مين؟ مجدي عاشور. اشتريناه احنا من نادي البدرشين، صعدنا من الممتازين. طبعا كان مدربنا انا فاكر الكابتن احمد عبد الحليم، ربنا يديله الصحه يا رب. كان يعني بصراحه هو بقى اللي طور ايمن حفني، هو اللي عمل ايمن حفني. اشتريت ايمن حفني في التوقيت ده بكام؟ تقريبا ب 100,000 جنيه. ب 100,000 جنيه؟ يعني وصلت لمرحله انك بتشتري لعيبه ب 100,000 او 200 او 500، لكن لما بتبيع ب 10 25 وممكن توصل في حسين الشحات ل طبعا هو 2 و3 مليون دولار. ما انت بقى بتضيف له قيمه. بص حضرتك دلوقتي المقاس اصبح زي، عارف بقى ايه يعني، زي ايه؟ عارف البراند؟ خلاص بقى يعني اللاعب اللي بيطلع من مصر المقاصة بيتلمع في المقاصة بالظبط. فبقى يعني لها صيت بقى، مصر المقاصة بقى لها اسم في الخليج، لها اسم بره يعني في مصر. طبعا اللاعب يعني بيتمنى دلوقتي اي حد مثلا ايه يعني، اقول لحضرتك على حاجه، هتلاقي مثلا في ناس ما بتكونش المقاصة بتفاوضها في الدرجه دي، تلاقي مرمي خبر كده نادي مصر المقاصة بيفاوض فلان، عشان عارفين ان ايه في انديه بتبقى دايركت تجري يقول لك لا مصر المقاصة بتعرف طالما اختار اللعيب ده يبقى لعيب كويس، يروح يجري عليه على طول ايه ويتعاقد معاه. ده شغل وكلاء بقى بالظبط. طيب نسبه المقاصة كام في موضوع انتقال حسين الشحات من نادي العين؟ لا انا طبعا يعني الحاجه ديت بتبقى اداره التسويق، بس غالبا احنا لنا حصه يعني، هو غالبا يعني في ما عدتوهاش. لا يعني حتى بعت حسين وما ما هو العقد شريعه المتعاقدين، ودي تتحسب بصراحه لاداره التعاقدات وقتها، اداره التعاقدات استاذ محمد مجد والمجموعه اللي شغاله معاه في النادي يعني. طيب موقف انطوي مع الفريق حاليا ايه؟ موجود معانا انطوي، ما احنا خلصناها اصلا السنه اللي فاتت من النادي الاهلي. مستمر معاكم وماشي بشكل مستمر كويس؟ مستمر معانا. مبسوط ان هو موجود في المقصه؟ طبعا الحمد لله. وفي نفس الوقت ما انا لحقتك على حاجه، انت لما بتجيب لاعب اعاره بنيه البيع، انت ما تقدرش تشتري اللاعب ده الا بموافقته هو. صح ولا لا؟ لازم طبعا، ده اول حاجه. وهو لولا ان هو مرتاح في المقصه ما كانش وقع مع مصر المقصه، خاصه انت عارف ان كان حصل شيء من الجدل في الامر في وقتها يعني. فاللي رجح الكفه ان نانتو يختار. ليه بقى؟ اللاعب الاجنبي او المحترف بيبقى يعني بيفضل النادي اللي هو بيلعب فيه باستمرار. طبعا النادي الاهلي بسم الله ما شاء الله عنده كم من اللاعبين، فالفرص بتبقى فيه ايه قليله، لكن بالزبط. عندنا الفرص بتبقى اكتر يعني. بالظبط. هدف او احنا بنتكلم على انطوي، وانطوي من المهاجمين والهدافين الكبار جدا، ايه الهدف اللي ممكن تتذكره؟ مش بتكلم بشكل عام للكره المصريه، تمام، لكن للنادي الاهلي. وفي بعد جون ابو تريكه في الصفاقسي في اخر التوقيت، وفي نفس الوقت في الهدف نفسه، انت عارف لو تعرف الهدف نفسه يا استاذ محمد ثلاث نقلات بالظبط، الحضري، شادي محمد، متعب ابو تريكه في الجون. تمام. طيب نطلع نشوف في التقرير التالي. الجماهير بقى اختارت افضل هدف للنادي الاهلي عبر تاريخه بالكامل، راي الجمهور في هذا التقرير، ثم نواصل الحديث مع الكابتن وليد هويدي بعد هذا التقرير. ابو تاب ضربه حره غير مباشره وعاليه، هوبا يا ده جول، تصوير او جول 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 جول. هدف بتاع ابو تريكه في نادي الصفاقس في تونس، وكان في النهائي وخدنا بيه كاس افريقيا. جون الكابتن محمد ابو تريكه في الصفاقسي في النهائي بطوله افريقيا. دايما الاهداف اللي بتيجي في بطولات بتكون نهائي بطوله عمرها ما تتنسى. ابو تريكه في الصفاقسي. نسيش اللي رجعنا بيه بالبطوله، كان هنا لازم نكسب هناك وفي اخر دقيقه جاب الجون. هدف الاهلي في الصفاقسي بتاع ابو تريكه. جاب البطولة الأفريقية في الدقيقة 92. هدف مرمى كوتوكو من كابتن محمود الخطيب. هدف محمود الخطيب طبعا، هدف كوتوكو اللي سحبها برجليه ودخله في حطها في الجون. طبعا جون الخطيب كلها بلا استثناء، بس الجون بتاع افريقيا اللي هو كان قال لك جون خطير جميل ما اتعملش من سنين، فكان لا جون جميل، لا خده فارس طيب وكان جميل جدا. الخطيب كوتوكوتو ما تنسيش الهدف. والله ابدا لحد النهارده بفكره بيه بالامانه والله. انت عارف الخطيب خطيب يعني، والاهلي الاهلي برضه.
ابو الدهب ضربه حره غير مباشره وعاليه هوبا يا ده جول تصوير او جول 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 اهلا وسهلا بحضراتكم من جديد وبنواصل الحديث مع الكابتن وليد هويدي مدير الكره في نادي مصر المقصه. كابتن وليد، دايما اهداف الاهلي بتبقى اهداف تاريخيه كده وتحس الهدف بيعلم مع الاجيال، يعني ممكن في اهداف بتبقى في لحظتها بتحصل يعني بتحس باهميتها، لكن بعد سنين وسنين بتلاقي نفسك بتتذكر الاهداف وبتحس ان الاهداف دي كانت اهداف تاريخيه سمعت ببطولات حتى قاريه مع الاجيال كلها. لانها مرتبطه ببطوله، يعني بص حضرتك الجمهور بيقول لك جون كابتن محمود الخطيب في كوتوكو تمام هدف ببطوله بالظبط، لانه كان هدف ببطوله، جون الكابتن مع ابو تريكه هدف ببطوله، يمكن الجون اللي احنا شفناه دلوقتي اعتقد كان الكابتن محمود ابو الدهب كان رفعها سمير كمونه بالظبط في البطوله العربيه، كان في البطوله العربيه كان اولمبيك خريبكا اظن بالظبط. فكل الاهداف المؤثره اللي دايما بتبقى في الذاكره مع الـ مع الـ مع الجمهور لانها مرتبطه بحدث كبير يعني. طيب واحنا بنتكلم على مصر المقصه، هل والموسم شغال وفي التوقيت الحالي وطبعا الموسم مضغوط جدا، هل بتفكروا في المواسم القادمه؟ هل في خطه للمراحل القادمه ولا بتنتظروا بعد النتيجه او بعد نهايه الموسم بتشوفوا نتيجه المنتج السنه دي المقصه وصل لايه فهنحتاج لايه السنه الجايه؟ لا هو حضرتك اللي بنجيبه يعني لسه بقول لك كابتن مجدي عاشور بيبقى مراقبه. يعني مثلا احنا في صفقه احنا خلصناها في شهر واحد ما حصلهاش يعني ايه يعني اعلامي ولا حاجه، كان اللي هو مين؟ حسام عبد الواحد اللي جبناه من نادي كوكا كولا. كابتن مجدي عاشور اللي من شهر واحد السنه اللي فاتت هو بيتفرج عليه في المباريات والسنه دي برده كذلك لحد ما خلصناه في شهر واحد. ليه بقى؟ لان ابتدت الانديه تجري عليه، كان داخل غالبا النادي الاسماعيلي، كان في كذا نادي ابتدى يجري عليه، فاحنا كان في دماغنا ان احنا نخلصه في نهايه الموسم تمام، احنا فضلنا ان احنا نخلصه في شهر واحد عشان نخلص قبل مين؟ قبل الانديه الثانيه ما تشوفه عشان سعره كمان ما يعلاش، وفي نفس الوقت لا يعني برضو انت يعني اصل التوقيت بيبقى مهم. يعني مثلا احنا كان التوقيت مهم في الاختيار ولا في السعر؟ في الاثنين. ما انا اقول لحضرتك على حاجه، ما بص ما بتبقى مجموعه عوامل، لكن تدخل حاجه خارجيه هي اللي ادت للاسراع ان انت تشتريه. يعني بص احنا كنا حاطين في دماغنا ان نشتري في نهايه الموسم تمام اللي هو نص الموسم ده، لكن قال طبعا ان هو النادي الاسماعيلي داخل في الامر، فاحنا كنا مرتبين مع اللاعب خاصه انهم من الفيوم وكان في هدوء وكنا مخلصين معاه وكده، وبعد كده ابتدينا ايه ندخل مع النادي وخلصناه في شهر واحد اللي فات. فبالتالي لا بيبقى في تحضير وفي لعيبه بتتشاف من دلوقتي برضه. ابتدينا دلوقتي مثلا انت بقى بيبقى عايز مثلا لاعب اتنين تلاته بالكتير مثلا من الممتاز بقى تقدر، ولازم برضه مجموعه من الخبرات تبقى موجوده، مجموعه متوسطه لا، فعلشان ما انت لو جبت كله من تحت هتقع، لازم حاجه تسند بالظبط. فبتبقى يعني مجموعه عوامل هي اللي بتادي للامر ده، ومفيش حاجه من مفيش حاجه اي حاجه عشوائيه بتبوظ اكيد. السنه دي كان في محور للصفقات ما بين الاهلي ومصر المقصه، يعني الاهلي تعاقد مع محمود وحيد الظهير الايسر في المقصه، ثم المقصه استعاد ميدو جابر تمام من جديد في انتقالات يناير الماضيه واحد اللاعبين اللي كانوا موجودين في الاهلي خلال الموسم الماضي. شايف انتقال محمود وحيد للاهلي ازاي وانتقال ميدو جابر وعودته للمقصه من تاني؟ بص يا سيدي، هو طبعا الاول كان الكلام على محمود وحيد، ما كانش موضوع ميدو جابر كان موجود مطروح. احنا دايما اي لاعب في المقصه وخاصه بيبقى من ولادنا ولاد محافظه الفيوم بيبقى لهم الاولويه عندنا. يعني دول بيبقى يعني بيبقى بالنسبه لنا قيمه كبيره، خاصه لما بيبقى جاي برضو ايه من نادي الاهلي او من نادي الزمالك، يعني برضو الاهلي والزمالك بيضيفوا قيمه له برضو خبرات وثقل في الثقه في النفس وكده. فلما اطرح اسم كابتن ميدو جابر فطبعا احنا رحبنا وتم الاتصال مباشره بيه، وبرده كان في انديه برده داخله، لكن هو طبعا اللاعب فضل انه يرجع للنادي خاصه ان هو يعني كابتن الفرقه، يعني بعد الكابتن هاني سعيد هو بعديه يعني هو راجع ادم اللعيبه اللي كانت في الفرقه بالظبط، يعني هو راجع للنادي يعتبر من كباتن الفرقه وبرده وبلده، وفي نفس الوقت يعني هو ان شاء الله هتتفرج على ميدو جابر الفتره اللي جايه
وان شاء الله ميدو جابر هيروح منتخب مصر عن طريق مصر المقص. ميدو كمان من بيت فرقه كوره ملتزمين اخواته كمان لعيبه كوره. ما هو مصطفى جابر كان اصلا كان الجون بتاعنا واحنا في الممتاز به، ويعني اصلا اخواته احنا هناك تعرف في بلد صغيره فكلنا عارفين بعض وقريبين من بعض، وهم عيله محترمه وملتزمه، ودي بتنعكس حتى على اخلاقيات اللاعب. يعني تلاقي ميدو بسم الله ما شاء الله من الناس المحترمه وعنده اتزان كده والتزام الواحد يعني بيحبها يعني. فكره كابتن طلعت يوسف ايه في الصفقات لما بيطلب تعاقد مع اي لاعب؟ والله بص، هو الكابتن بيختار على حسب المكان اللي هو يعني المركز بيبقى عايزه. وبعدين هو في ميزه بصراحه الكابتن طلعت انه بيقول مثلا انا المركز ده عايز فلان وفلان وفلان، حد من دول ألف وبه وجيم مثلا، فبيدي لك يعني نوع الاختيار يعني. ما فيش شك ان انت مش بتحقق الحاجه بنسبه 100%، بس غالبا بنسبه 80% انت محقق اللي قاله الكابتن يعني. هل الكابتن طلعت يوسف شايف انضمام ميدو جابر للمقصه في الفتره الحاليه ده بمثابه نجاح في الصفقات او تدعيم المراكز بنسبه اكتر من 60 او 70%؟ بص، هو ميدو جابر زي ما بقول لحضرتك ما كانش في كلام ان ميدو جابر هتروح من البدايه. لا، انه ان النادي الاهلي هيفكر ان هو يسيب ميدو جابر، فما كانش في. فاول ما طرح كابتن طلعت قال انا عايز ميدو جابر، يعني تلاقت اهداف يعني ارادتنا واراده الكابتن طلعت ان هو عايز ميدو جابر، وبالفعل ميدو إضافة كبيرة للنادي. بس إيريك تراوري صعب يعني تعويضه. ليه بقى؟ لأن إيريك من اللعيبة اللي هي إيه كل 3-4 سنين كده بتيجي حاجة زيها يعني. مراحله أنا بالنسبة لي أنا شفت رحيل إيريك تراوري على المقصة في التوقيت ده كان مفاجئ. ما أنا أقول لك حاجة، أما يجي لك 2 مليون دولار 2 مليون دولار؟ في يعني في اللاعب وأنت جايبه بشرط جزائي 100,000 جنيه من حوالي 4 سنين وبتاع الكلام ده كله. 100,000 دولار؟ لا 100,000 جنيه. 100,000 جنيه؟ كان شرط الجزائي بتاعه. وبعته ب 36 مليون جنيه. فضل الله عز وجل. لا يعني اقصد انه ايه؟ ان كانت في حاجات ما تقدرش ان انت تقول لا على عرض مغري. خاصة ان انت نادي محدد الهدف بتاعك. انا نادي استثماري والمربع الذهبي. فده احد اهدافنا، فاوريدي على طول دايركت. الرقم بالنسبة لكم كان مفاجئ؟ عايز اقول لك هو يعني التوقيت بتاعه وبرضه جه في توقيت يعني الارقام كنا محتاجين يعني احنا كنا محتاجين في الفتره دي ان احنا يبقى عندنا سيوله وكده، فجاء في وقته يعني. بس قدرت تعوضه بحد تاني في نفس المركز بامكانياته؟ هو انا اقول لك بص، انت جبت كميه لعيبه، بس في لاعب نادر يعني مش هتعوضه بكميه اللعيبه اللي جت. لا النوعيه نفسك نوعيه إيريك تراوري اللي هو من ال 18 لل 18 ديت ما صعب الجري والسرعه بسم الله ما شاء الله. إيريك كان يعني محور اساسي. تاني حاجه قعدوا مباراه او مباراتين بعديها كده يعني كان اللعيبه بتدور على مين؟ على إيريك، لانه كان حل في اي حته. إيريك ده بيحل لك مشاكل في اي حته. رايك كابتن طلعت ايه في موضوع الصفقات والانتقالات واللعيبه اللي بتروح وبتيجي في الفتره الحاليه؟ بص، هو طبعا لما بتعملوا اجتماعات مع بعض كده في اجتماعات مغلقه بتشوفوا القايمه قدامكم على الورقه. ده هو على طول دايما بص كابتن طلعت من نوعيه المنظمه، هتلاقي على طول عامل الايه الملعب وفلان وفلان يعني دايما كده على طول هنا، ويبقى عامل يعني ديت المكان ده ناقص فيه كذا. يعني ليه بقى؟ ممكن لاعب عندك بيأدي لك بنسبه 100%، انت عايز الاحتياطي بتاعه بنسبه 70%، انت لاقي الاحتياطي بتاعه بنسبه 50%، فانت عايز حل، عايز واحد يجي له ايه يعني انت لانه لما بيغيب اللي هو الاساسي ده التاني ما بيبقى عندك ثغره. دي الحاجه الوحيده طبعا اللي بتقلق اي خاصه المدربين اللي هم اصحاب الفكره والتكتيك والكلام ده كله. فبالتالي زي ما قلت لحضرتك محدش هيحقق نسبه 100% من اي حاجه، يعني انت نفسك حتى في حياتك مش بتحقق لك كل حاجه اكيد انت لكن بنسبه 80% انت محقق الهدف محقق المطلوب منك يعني. هل فكره الموسم ده وانت بتستعد تتواجد في مراكز متقدمه ولا التارجت انك تلعب في بطوله افريقيا السنه الجايه؟ يعني توصل لمركز يحقق لك لا بطوله ان احنا نلعب في بطوله نشارك في البطوله الافريقيه وتجدد دلوقتي البطوله العربيه يعني طبعا اتحاد الكره قرر ان مفيش حد هيشارك في بطولتين، فبالتالي هيزود عدد الفرق المصريه اللي هتشارك في البطولات، فالاثنين في حد ذاتهم هو اضافه لينا
الافريقيه البطوله العربيه. ليه بقى؟ بتضيف لك في الاعلان، بتضيف لك في التسويق، تسويق اللاعبين اكيد. اقول لحضرتك خاصه البطوله العربيه، يعني البطوله العربيه الواحد بيفضلها حاليا عن البطوله الافريقيه لحاجتين. اولا سهوله الانتقال، الوطن العربي سهل ان انت تتنقل فيه غير افريقيا، غير افريقيا اه بالظبط، والتاشيرات سهله في الوطن العربي، وعندك الطيران مثلا انت بينك وبين السعوديه كل سنه يعني، فما بتعتلش هم ايه يعني، انت ممكن تلعب كل 3 ايام اه يعني، بس هلعب النهارده مثلا في جده بعد 3 ايام اجي لان انا هخلص الماتش هلاقي طياره بعد ساعهكم في القاهره بالظبط. فبالتالي البطوله العربيه بالنسبه لنا لا. وبعدين في حاجه، انت اصلا السوق بتاعك الوطن العربي يعني، انت مثلا حسين شحات لما بعناه في العين بعناه برقم ما يقدرش حد نادي مصري شيء، وطبعا النادي الاهلي السنه دي شرح النادي الاهلي طبعا يقدر فتح فبس هيشتري من بره، ما يشتريش من جوه مصر، لو اشترى من جوه مصر الدنيا هتيجي عليه. الارقام دي تسمعها اكيد ما تبقاش مقتنع بيها يا كابتن وليد طبعا، يعني الارقام وصلت لمرحله لا هو طبعا هو زياده يعني، اقصد ان هي مش دي مش الارقام الحقيقيه بتاعت تمام. طيب عايز اسالك على جزئيه بمباراه الزمالك في الكاس. انت لغايه دلوقتي انت في المركز الرابع في الدوري العام وماشي بشكل جيد وعايز تتواجد ضمن الاربعه على الاقل، اذا ما حققتش الكاس تكون في مركز رابع، لان بطل الدوري لو فاز بالكاس يبقى عندك فرصه انك تلعب في افريقيا. اقرب هدف بالنسبه لك ايه؟ لا المركز الرابع. اقول لك حضرتك بص يعني طبعا هو بالعكس، انا بتكلم على بطوله الكاس، انا لو على رايي الشخصي، لو على رايي الشخصي بطوله الكاس فايت يعني ايه المانع تمام، بس طبعا لو طلعت في اي وقت خلاص، اللي بيطلع في النهائي زي اللي بيطلع في دور ال 64 زي اللي بيطلع في دور التمهيدي بالظبط. لكن بطوله الدوري بطوله النفس الطويل، انا فاضل لي 10 مباريات في الدوري الان تمام. فبالتالي حتى لو يعني اخفقت ماتش ولا اتنين، خاصه ان الانديه متقاربه المستوى فمش كله هيكسب على طول، ومش كله يعني ايه عارف في انتصارات وفي انكسارات، فعندك فرص في الدوري اكتر ان انت تحصل على المركز الرابع. بالاضافه لحاجه بقى حضرتك لسه قايلها لحضرتك دلوقتي، ان في البطوله العربيه هتبقى تلاقي مثلا انت عندك مصر بتمثلها 5. طب مثلا يعني قبل ما تكمل يا كابتن وليد، لو يعني اللي حققته السنه دي ياهلك افريقيا سواء من الدوري او من الكاس وعندك البطوله العربيه، تختار انهين؟ افريقيا او العرب؟ اه انا على الكواليس بصراحه انا افضل البطوله العربيه، لان يعني شرحت لك ليه انا بتكلم الحاجه مثلا المنطق بتاعي في الامر ده، ان اولا بتعمل لي زياده في الاعلانات بالاضافه لتسويق اللاعبين في الخليج بتبقى اسهل يعني في كبطوله ايه كبطوله عربيه. البطوله الافريقيه طبعا انت عارف مثلا مشوار زي مشوار انجولا يروح الزمالك ده مش اقل من 10 ساعات حقيقي. ساعه ما رحنا الكونغو خدنا مثلا بتاع 11 ساعه، رحنا السنغال برضو خدنا لنا برضو في حدود 10 ساعات مثلا. فانا اجيب لنفسي وجع القلب ليه؟ فبتقعد بقى اصلا يومين ثلاثه عايز استشفى بعديها كمان. طول العربيه لا اسهل وقريبه بالظبط بالظبط كده. طيب كابتن وليد يعني اطلع بس لتقرير، لان في تقرير مهم جدا مع جمهور النادي الاهلي، دايما بنبقى موجودين في الشارع مع جمهور النادي الاهلي بنسمع راي الجمهور في النادي الاهلي، وبس المره دي بقى يعني الفكره مش نزلنا بقى شوارع القاهره لا، رحنا الغردقه في الجونه الساحل الشمالي والاماكن السياحيه الرائعه، نشوف بقى جمهور الاهلي هناك كمان والنادي الاهلي بيمثل. نشوف في هذا التقرير راي الجمهور في النادي الاهلي من محافظه البحر الاحمر، ثم نعود الحديث مع كابتن وليد هويدي بعد هذا التقرير. النادي الاهلي بالنسبه لنا كيان واداره، والاعداد اللي انا اعشقه من ايام صالح سليم، يعني انا احنا طلعنا تربينا على النادي الاهلي باختلاف ان جه اي نادي يلعب هنا معنا الجونه، بس انا يعني اشجع النادي الاهلي ده منذ طفولتي، احترام وكيان واداره يعني مبادئ، مفيش قرارات بتتخذ كده لا، نادي تيم جماعي، نادي تيم اداره، انا اعشق النادي الاهلي من زمن يعني. نادي القرن نادي طول عمري بشجعه وعيت عليه، فبشجع نادي عرفنا انه يمرض بس لا يموت. النادي الاهلي ده اسلوب حياه يعني، هو قناعات من واحنا اطفال صغيرين وكنا شايفينه بيحقق انجازات في كل حته، فدي سعاده ما بعدها سعاده، وان هو بيعوض الاخفاقات اللي حصلنا كلنا في الحياه. فالاهلي ده كيان احنا كلنا الدوله بنتمنى تبقى حاجه زيه. النادي الاهلي طبعا بيمثل
يعني بالنسبه للناس اللي عايشه في الجونه هنا بنشجعه على مستوى الجونه، انما لما يجي نادي الاهلي الكيان الاعظم نادي في القرن كل الناس بتتجه ان هي تبقى اهلي وزمالك. انا راجل اهلاوي بحب النادي الاهلي ومبسوط جدا وليا الشرف ان انا اتكلم على النادي الاهلي واطلع في قناه النادي الاهلي عشان اتكلم على النادي الاهلي. كل حاجه في الحياه الحمد لله، من غير الاهلي احنا مش هنستمتع في اي كره في مصر. بحب لعيبه النادي الاهلي من وانا صغير، من انا وعندي 7 سنين. مثل لي كل حاجه طبعا، احنا بنشجع النادي الاهلي واحنا صغيرين، فهو عامه ان هو النادي الوحيد اللي احنا بنشجعه الاهلي بس، ولا بيراميدز ولا جونه ولا اي حاجه، انا عايزين في الجونه بشجع الاهلي ورايحين النهارده نشجع الاهلي. النادي الاهلي انا اتولدت في عيله كلها اهلاويه، ابا عن جدا عن جدا، فحب الاهلي وراس عندنا. حاجه متوقعه لحد ما الماتش يخلص، دي بتدي حافز للواحد ان هو في الاستمراريه في الانتاج وكده، ده ايدول كويس جدا لاي بني ادم في الدنيا. النادي الاهلي ده حاجه كبيره بالنسبه لنا، انا اتولدت في عيله اهلاويه ابا عن جدا، والدي طلعت لقيت والدي اهلاوي، عيلتنا كلها اهلاويه. بص احنا حاجه كبيره قوي النادي الاهلي ده عندنا حاجه كبيره. بص في الجونه في كل حته في مصر البطولات اللي بيحققها مفيش حد بيحقق بطولات قد بطولات النادي الاهلي، دوليا داخليا افريقيا. النادي الاهلي ده حاجه كبيره جدا جدا جدا، وبوجه رساله لكل واحد هو اهلاوي او كل واحد بيفكر يخش الاهلي، لا الاهلي ده حاجه كبيره جدا جدا جدا. سيبك بقى من الانديه الثانيه او كده، لا كل الاحترام وكل التقدير لكل الانديه الثانيه، بس احنا عندنا الاهلي ده حاجه كبيره جدا جدا. النادي الاهلي هو مصر اولا، ده حياتنا، نمبر 1 في مصر، نمبر 1 في افريقيا، شهرته واصله لاوروبا كلها، بدليل ان في جيرمان جيست هنا بيسالنا عليه وبيشجعه. I love الاهلي. I am actually from Germany but I'm living already here since 7 years and الاهلي I'm supporting it very much just like Bayern Munich in my country. الاهلي is number 1 in Egypt and in Africa so that's why I'm supporting them. حاجه في حياتي، انا اتربيت من صغري على حب النادي الاهلي، لما كنت بشوف والدي كده بيروح يتفرج على الماتش وكده، يعني الروح اللي انا شفتها عنده في حب الاهلي ده تورثت عندي، ان انا حبيت الاهلي. دلوقتي الاهلي زي الدم كده بيجري في جميع انحاء جسمي، ان انا يعني ايه هو اهلي، ايه الحاجه اللي هي بتشجعني. والله النادي الاهلي بيمثل لنا ان هو حاجه كويسه صراحه، من اول ما احنا وصغيرين بنشجع النادي الاهلي، شفنا ابونا اللي قدامنا الناس الكتيره كلها بتشجع الاهلي، فاحنا بنحب الاهلي يعني بصراحه. نمبر 1 ان شاء الله الدوري والكاس بطوله افريقيا ان شاء الله معانا، وان شاء الله واحنا مع الخطيب، واحنا بنقول للخطيب احنا بنساندك، جمهور الاهلي معاك، احنا حماك، جمهوره ده حماك. والله النادي الاهلي ده في دمنا ابا عن جدا، اتربينا ان احنا نشجع النادي ياخد الدوري وياخد بطولات افريقيا باذن الله. النادي الاهلي بمثابه وطن وكيان كبير قوي وحب العشق الواحد. النادي الاهلي ده هو اللي هو مصر معنا صح. النادي الاهلي ده الثبات وسرار الروح هي اهم حاجه تمثل النادي الاهلي. لما نيجي نتكلم على موضوع الاهلي، انا حبيت الكوره عشان النادي الاهلي، عشان كفايه اقول لك بس الكابتن بيبو، كابتن بيبو ده اللي حببنا في الكوره. في حاجات انا ممكن ما اقولها لك ما قلتهاش قبل كده، انا في 97 كنت بلعب في نادي اسوان، كان جيلي احمد حسن عماد النحاس وهم ممكن دلوقتي كان مدربنا رمضان السيد، فانا اللي حببني الكوره النادي الاهلي، وكان طموحي كله ان انا اروح العب للنادي الاهلي. بيمثل لي دي حاجه كبيره جدا، كانك بتسالني مثلا هي مصر بتمثل لك ايه؟ هو ده النادي الاهلي، النادي الاهلي ده بلدي. عشقي للفانيلا، الكوره، النادي الاهلي ده الكوره، الاخلاق، النادي الاهلي ده القيم، النادي الاهلي ده المبادئ، النادي الاهلي ده مصر. انا من اسوان وعايش هنا في الجونه، والنادي الاهلي ده عشق من الصغر، وانا يعني العيله كلها اهلاويه، وانا سميت على اسم محمود الخطيب، انا اسمي الخطيب برضه. اهلا بحضراتكم من جديد، وتقرير غايه في الروعه، مهما وصفت ومهما قلت مش هقدر اوصف الكلام الجميل الرائع اللي اتقال من جمهور النادي الاهلي. وعشان تعرف عظمه وقيمه ومكانه هذا الكيان، تعرف قيمته ومكانته من خلال هذا الجمهور. الجمهور اللي بيتكلم عن النادي الاهلي من خلال قلبه واحساسه ومشاعره وقرارات اتخذت في هذا النادي العريق لغايه اللحظه دي، ومن اجيال سابقه كلها معلمه مع الجمهور في اي مكان. وصلت اسم وشعبيه النادي الاهلي حتى للعالميه، شايفين الالمان او الانجليز كل المتواجدين حتى السياحه الموجوده في الجونه وفي الغردقه وفي البحر الاحمر، لما بيذكر اسم النادي الاهلي الكل بيتكلم عن النادي الاهلي رقم كبيره في مصر وفي القاره الافريقيه. كابتن وليد، يعني
طبعا بتنتمي لنادي مصر المقصة، بس هو النادي الأهلي بيمثل إيه للمصريين أو بيمثل لك إيه بشكل خاص؟ النادي الأهلي يعني كفاية إن هو رمز الإدارة، يعني رمز الإدارة، يعني مثال يحتذى به في الإدارة الناجحة. وبعدين النادي مؤسسي مش مرتبط بأشخاص، يعني مش يعني حتى صالح موجود، الكابتن حسن، الكابتن حسن موجود، الكابتن خطيب ما الكابتن او الكابتن خطيب قبليه المهندس محمود طاهر، نفس السيستم هو اللي شغال. يعني يمكن علشان احنا بنتعامل مع معظم الانديه وكده، يعني ما بتخلص ورق مثلا، سي مثلا انت بتبيع فلان او بتاخد من النادي الاهلي او بتاخد من النادي ده لاعب، فانت بتحس بالامر ده ساعه ما بتيجي في النادي الاهلي، ما بتاخدش ربع ساعه لان كل واحد عارف دوره، راحه نفسيه حتى ما بتاخدش ربع ساعه. عارف بتروح مثلا عند كابتن حنان الزيني بتخلص لك الامور كلها في هي بتقوم بكل حاجه، بتاخد ورقك في خلال 10 دقائق مثلا، بتخلص الامور ديت. فبالتالي ده بيدي لك، عايز اقول لسيادتك على حاجه، وديت على مر العصور في العشر سنين اللي فاتت ديت، سواء من ايام كابتن حسن حمدي، كابتن محمود طاهر، كابتن محمود الخطيب، ما تغيرش حاجه، هي السيستم اللي بيمشي او السلاسه اللي بتحصل في الامر ده. فبالتالي ده حاجه الواحد بيتبسط منها، يعني لان طبعا بيتمنى انه يوصل للمرحله ديت. يعني انا عايز اقول لك جالك رسائل كتير جدا بالذات من اهل الفيوم الاهلاويه الكرام، حاج احمد رزق وناس كتيره عارفينك حبيبي الحاج احمد رزق، بعت لك رسائل يعني الفيوم كلها اهلاويه وبنسعد دايما بشعبيه الاهلي في كل محافظات مصر يا كابتن وليد. هو الحاج احمد رزق كمان ايه ده، راجل يعني كبير الاهلاويه في الفيوم وفي الاردن دلوقتي طيب في جزئيه عايز اختم معاها الحوار يا كابتن وليد، جزئيه متعلقه بمصنع النجيل الصناعي. يمكن دي جزئيه نختم بها حوار سابقه كاس مصر واللائحه والاشتراطات والتراخيص اللي استفدنا فيها باحاديث من خلال اللائحه لاول مره الناس بتطلعها على الهواء وتسمعها لاول مره، ثم الحديث عن مصر المقص. لكن ختام الحوار متعلق بتجربه عايز القي الضوء عليها، بس للاسف في اجازه لوقتنا بتسرقنا. بص يا سيدي، مصنع النجيل الصناعي ما بين وزاره الشباب والرياضه وزاره الانتاج الحربي وشركه المقص سبورت. بص يا سيدي، هو اصلا مصنع النجيل الصناعي ده تمت الفكره فيه غالبا من حوالي 3 سنين، هي كان ما بين نادي مصر المقاصه، وزاره الانتاج الحربي، وزاره الشباب والرياضه، وغالبا في برضه يعني بنسبه متساويه، اعتقد انها 30% 30% 30%، وفي 10% للجانب الالماني اللي هو جانب الخبره يعني. في الوقت ده انت لو تفتكر كان انتشر موضوع الملاعب اللي هي الحاليه ديت، الملاعب السداسيه والسباعيه وملاعب مراكز الشباب. فكان الفكره دي لما اتطرحت دخلت المقاصه سبورت بشراكه في الامر، اللي هو محمد دايما يعني سباق في الافكار اللي زي ديت. وبعدين حاجه كانت مغامره، حاجه جديده في مصر، اولا هو المصنع الوحيد في افريقيا وفي الوطن العربي مش موجود بالظبط كنجيل صناعي. على فكره هو نجيل صناعي الجيل الرابع من النجيل الصناعي اللي هو داخل فيه جزء من النجيل الطبيعي مع النجيل الصناعي بالظبط، وده يمكن هو المواصفات اللي هي مصرح بها عالميا، يعني اللي هو الجيل الرابع، لان الترتان اللي فات ده غالبا بيسبب بعض الاصابات في الركبه والعضله. يعني هتلاقي حضرتك انتشر اللي هي الاصابات بتاعت الغضروفي ما بين اللي بيمارسوا على الـ على الـ على الترتان، يعني لعبه كره القدم يعني كده. فبالتالي دي بتتلاشى كل الحاجات السلبيه بتاعت الفتره اللي فاتت. اعتقد ان هو يعني على السمع، لان طبعا انا مش يعني مش موظف في ملف الكوره اكتر. بالظبط، بس على السمع ان هو هيغطي يعني او متسوق له 5 سنين لقدام، الشغل بتاعه متسوق 5 سنين لقدام يغطي مصر فيها انتاج المصنع خلال 5 سنين. بالظبط، متعاقد لمده 5 سنين لقدام، يعني ان شاء الله هيبقى من احد المشاريع الناجحه المضافه لمصر، وهيقلل بقى من الاستيراد اللي احنا بنستورده غالبا من تركيا او من اوروبا بالنسبه للنجيل. وان شاء الله اعتقد ان هيبقى فيه خطه للتصدير كمان للوطن العربي والافريقي. بتحتاج النوع ده من النجيل طبعا. عايز اقول لستك على حاجه، ده هو يعمل ثوره في ملاعب كره القدم في الفتره اللي جايه ديت، يعني خاصه ان انت عندك ندره مياه دلوقتي، انت محتاج النوعيه ديت ان انت تقلل، انت عارف ان الملاعب بتستهلك مياه كتير وكده، فبالتالي وفي نفس الوقت بتقلل من الصيانه بالظبط. فان شاء الله هيبقى حاجه
نتمنى من الله عز وجل ان شاء الله ان هو يضيف للفريق في الفتره اللي جايه ديت كملاعب يعني ان شاء الله باذن الله. كابتن وليد هويدي في ختام هذا الحوار انا بشكرك شكرا جزيلا على هذه الفقره وهذه الحلقه. اتكلمنا في امور عديده جدا، القينا الضوء على مصر المقصه، والقينا الضوء ايضا على مباراه الكاس اللي لخبطت شكل الجدول واجلت مباريات للمقصه خلال الفتره القادمه، لكن ان شاء الله كل التوفيق لكم في المباريات القادمه. شكرا لحضرتك، انا اللي سعيد طبعا ان انا اجي قناه القرن وبشكر حضرتك. شكرا جزيلا ليك، وان شاء الله في حلقات قادمه باذن الله تشرفنا وتنورنا دايما باذن الله. شكرا يا فندم. شكرا جزيلا. فقره كانت مهمه في ختام هذه الحلقه من حاله الاهلي الليله مع احد الشخصيات الرياضيه، مع نادي اسم كبير في الكره المصريه قدر خلال السنوات الاخيره باستثمار رياضي متميز يضع اسمه ويضع قدما بشكل جيد داخل الكره المصريه باقل امكانيات، قدر يحقق نتائج جيده لما يشارك في البطولات الافريقيه وخلال الموسم الحالي التارجت الخاص بالمشاركه في البطولات الافريقيه او حتى البطولات العربيه. حاله كانت مهمه لان كمان القينا الضوء على ما يتعلق بلائحه المسابقات الخاصه باتحاد كره القدم فيما هو مختص بالتراخيص او حتى مباريات كاس مصر، والمشاركه الاختياريه لكاس مصر ليست مشاركه اجباريه طبقا لهذه اللائحه التي اصدرها الاتحاد المصري لكره القدم. في الختام كل التوفيق يا رب للنادي الاهلي خلال الفتره القادمه، عندنا مباريات في الدوري مع بتروجيت، مباريات افريقيه في شهر 3، لكن الاهلي ان شاء الله قادر على الاستعداد بشكل جيد للايام القادمه في مباريات الدوري ومباريات البطوله الافريقيه. شكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.